هدخل في الموضوع على طول. أوكي. ايه النقط السوداء اللي في حياه احمد زاهر؟ ايام سوداء؟ لا في ليالي سوداء؟ في ليالي سوداء كتير. ايه بقى أسوأ ليله مرت في حياه احمد زاهر؟ أسوأ ليله مرت في حياه احمد زاهر يوم ما اتقال لي ان انت خارج حكايه حياه بعد ما مضيت. حسيت بايه في اللحظه دي؟ حسيت بقهره. ومين اللي خلى احمد زاهر بره حكايه حياه؟ بطله العمل. ليه؟ معرفش. فجأة غادة عبد الرازق تقصد؟ فجأة اتقال لي ان انا بره المسلسل بعد ما مضيت. بس الحمد لله يعني ربنا اكرمني بعديها بيوم على طول لقيت المنتجة مها سليم كلمتني. لا كلمتني وقالت لي لا طبعا انت موجود معانا ومفيش ده معناها ان انت اتفرضت عليها؟ انا اساسا يعني كنت اختيار المخرج محمد سامي. طيب انا هخرج بقى من الاسود وهروح لعريس من جهه امنيه. اوكي. عملت مشهد صغير الناس كتير قوي لامت احمد زاهر. مظبوط. وتريقوا عليك وقالوا ازاي تقبل ان انت تطلع في دور زي ده؟ هل ممكن الواحد علشان يظهر مع نجم كبير عملاق يقدم تنازلات توصل ان هو يتهان؟ طيب اولا انا ما اتهنتش. مش معنى ان انا طلعت نصف عاري يعني ان انا بقى كده اتهنت، لان في ناس بيلبسوا كده وبيصوروا على البحر. اولا كان شكلك غير دلوقتي، كان لسه مش متناسق، كنت مليان. بالظبط. انا كنت في بدايه المرض. وافتكر ان كان في ناقد مشهور جدا، انا مش عايز اقول اسمه يعني. طارق الشناوي. مش عايز اقول اسمه. هو يعني بعد كده لما قابلني استاذ طارق الشناوي. استاذ طارق الشناوي يعني قال لي انا ما كنتش اعرف انك انت عيان يعني بعديها يعني. بس هو كان كتب نقد يعني. قال ايه ساعتها؟ قال احمد زاهر وطالع عامل زي مدام رفيعه الكومبارس بتاعت زمان اللي كانت مكتظه بالدهون ومش عارف ايه وحاجات كده. فطبعا يعني التشبيهات مش لطيفه. وجعتك؟ وجعتني، وخصوصا انه كان بدايه مرض وانا كمان يعني ما كنتش قايل، كان لسه نفسيا يعني ما كنتش عايز اقول. وبعدين انا مش حاسس بصراحه يعني، رغم ان ناس كتير لمتني وناس كتير اثنت عليا يعني في كده وفي كده. ندمت على المشهد ده؟ لا.